السلام عليكم البنات، مساء الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الحجر الصحي؟ غادي نوجد معكم اليوم واحد الطوست اللي غادي نطيبو في العجانه، في العجانه ديال الطهي اللي كتعجن وكطيب. انا خديت هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، معلقة كبيرة ديال السنيدة، ومعلقة ديال الخميرة، خميرة ديال العجن، وعندي جوج كيسان ديال الحليب باش غادي نعجن. طبيعة الحال شوية ديال الملحة. غادي ندفي الحليب وغادي نضيف ليه ديك الزبدة ونعاود نرجع معكم باش نكمل ونوريكم الآلة ديال العجن اللي غادي طيب ليا هاد الطوست هاد النهار. كيف ما كتشوفوا انا راني ضفت الملحه على هذا الطحين اللي عندي، وشدي ديك الملعقه ديك العفو معلقه ديال الزبده، درت هذاك الحليب من بعد ما دفيته هي وداك السكر والخميره، وبهم باش غادي نعجن غادي ندير الطحين ديالي يتعجن. كيف ما كتشوفوا هذه هي العجانه ديالي، انا غادي نخدمها. غادي ندير كما كتشوفوا انا درت العجين ديالي تعجن وغادي وخدمت البروغرام، درتو على النمره 5. منين غادي نبغي نطيب غادي ندير البروغرام ديال الطياب ونرجع معكم منين الاول جينا الطوست ديالنا. بعد ما تعجنات نتوما كتشوفوا غادي نخليوها حتى تخمر ونعاود نرجع معكم. خمرات هي، كنحاول نرخيها شويه ونديروها على شكل مربع بحال هكا. هذا الشكل هكا شي متساويه. كما كتشوفوا بحال هكا، ندير لها شويه ديال الطحين نقلبوها حتى تخرج الترخانة، وكنبداو نلولو فيها بحال هكا بحال أننا نلصقوها. كنت نكملو على هذا الشكل، كنبداو نلبوها ومن بعد نديروها في المول ديالنا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما لويت كملت العجينه ديالي في التلويه، انا كديتها على حساب المول وحاولت انني نقرصها شويه، وغادي نخليها حتى يضاعف الحجم ديال العجينه ديالي باش طيب. وغادي ندهنها بالحليب بطبيعه الحال. وهاد العجين هاد العجينه وهاد الطريقه راه ممكن انك تستعملها حتى في المول عادي، الفران ديال الغاز. انا غير حيت هاد العجينه كطيب اخترت انني نطيب فيها. هيا العجينه ديالي راها خمرات، راها طلعات. من بعد غادي نخدم البروغرام ديال الطياب اللي هو 12 كويل. غادي ندير المره 12 وغادي نخدم. عندي هنا ساعة ديال المقالة والخبز ديالي غادي يكون واجد. شوفو معايا هذا هو الخبز ديالي، هذا هو الطوست، خبز الطوست اللي حضرت معاكم. انا طيبته في العجانة ديالي، هانتوما كيفاش كيجي، كيجي طاب. انا راني زربت عليه ما خليتوش حتى برد، هو راه من الاحسن خصو يبات عاد باش كيرجع كيرطاب وكيرجع. انا مازال شوية خصو مازال يزيد، راني درتو في التلاجة ونتمنى تجربوه، راه كيجي زوين بزاف ورطب. نتوما نتوما كيجي رطب وزوين يعني تماما بحال اللي كنشريو. وهذا عارفين اشنو دايرين فيه وعارفينه باش معجون. شوف باش كيجي، راه كيجي رطب بزاف وبحال القطن. ونتمنى تجربوه. وهذه هي الوصفة ديالي اليوم، نتمنى تعجبكم وبالصحة وراحة. السلام عليكم.